للعبة جاي جنجل صرف علي بيها كلمة فوق مانيل. نعم خويا. نلعب لقوي مرحبا بك مرة أخرى في كاستيونير. عايشة. نحب نسألك بالنسبة للعرض هذا نتاع المونديال باش يكون الجمهور جريبة صافي؟ ما نتصورش لا. ما تنجمش تحكي لهم حكايات خاصة بي تسمعش بيناتنا وجريبة صافي؟ لا لا مش حكايات خاصة بيا خاطر قلت لك 50% أنا و50% المرأة التونسية خاطر هي تخرج تعيش تحكي على طفولتها في جربة. بعد كي تاخذ الباك تجي تعيش في تونس تكمل حكايتها في تونس. واضح. باش نسألك على النص. النص كتبتوا انت منال عبد القوي وجلال الدين السعدي. ما لناش ما نقولوا للنص يقوي سعده هو عبد القوي وسعدي سعده قوي نص سعده قوي باذن الله. منال خلصت في حافه القروان ولا تقلب كيفي؟ يا عندي عندي ثلاث جماعات ما ضحكتش يا ربي اقسم بالله عندي ثلاث جماعات ما ضحكتش. وصلت الليتاب مع شهاز عليك ولا اقسم بالله العظيم اقسم بربي عندي ثلاثة جماعات ما ضحكتش والحمد لله ربي العالمين. الحمد لله هي فاهم الضحك اللي عمره ما ضحك. مشيت عملت عرض في القروين مهدي يطلب فيها ويعاود يا مهدي ما تمشيش ما تمشيش يا بنتي ما تعرضيش ما تمشيش باش يقدموك باش يقلبوك راني انا قال لي خدمت غاديكم يا مهدي يا حليلي باش يقدموني انا سلكت حتى انا سلكت ما خلصت لا خلصت سفيان بوهلال تغشش راه وقال ما تحكيش على القروين هكا يا راه لا ما نحبش نسميه السيد باش ما نشهروش لا 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 احنا عملنا مع سانتر مع الفنان الكبير حمادي الوهابي وكذا. اي مش فات مش كيف كيف. اما حاسيلو انت عدي انت عدي. منال نعم. كي تحلوا زوج شبابك تذاكر زوج شبابك تذاكر بدهم مقابلين بعضهم يتسمى كوروندير مسرحي. بكش يحبوا بعضهم. جميلة. جميلة جميلة شيخي تحية ليها جميلة. منير قلت قبليك منير اللي انت تعرف مفاتيح منال الكل. في بالك اللي دليلة مفتاحي؟ مونير تخرج في المسرح كها ولا تخرج انت والمدام والصغيرات ساعات ساعات نلقى شوية وقت حلو. مونير قبليك قلت زاد اللي مسرحية سعدون فانتويت ما مشيتش من الأول ما مشيتش قلت هنا فعليش اسكو ما مشيتش جرة نمرود وإلا ثعلوب وإلا على خاطر وقتها باب سعدون مسكر ومفتاح سعد الله مش مفتاح باب سعدون. واو واو دورة وعقلة كبيرة. أما بالحق مع سفيان الشعري الله يرحمه الله يرحمه وينعمه وقت مشينا مثلا للكندا تلعب أنت في معاش في موريال ولا في الكيبيك الجمهور المتعطش واللي يحب سفيان واللي حافظ لقطات اكثر من الناس اللي نلقاهم في باب سويقه ولا في ولا في كارتاج بيد. معناها الناس اللي تتبع الارتيست تحفظ له حتى جمل وترادات نفس الحكايه لقيناها في سويسرا معز. اما كما يقول مثل منير اللي يحب الفن يعدي له بالحلو وبالمريال. يا ربي اربع الضحك ذي الكل احنا كتوجعوني انا وتعمل يا ربي يا ربي رد بالك تسالني مرتبطه ولا ما فضك لا ما في بيننا عاده ما في بيننا عاد تعيش في قصه حب رجال عنوان عنيفه عنيفه يا معلم عنيفه قصه حب بالحق نعرف كل شيء كان اسمه السيد سامحني مهدي ما نعرف كل شيء كان اسمه السيد قول شو اسمه به ما نعرفوش ذو في ستيك امشي كمل بيه نحب نعرف توا منير بالحق توا سؤال جدي معناها وليت معناها من الله يرحمه مازال حي جدك لا يرحمهم كل ميت وكل لا يرحمهم تضحك انت ثامرة ثامرة الجمهور نتاع المسرح وصلنا انه نتمعوه بالكادوات باش يجي يتفرشي مسرحيه انا لا اسمح بهذا السؤال وانا لا اسمح بانك تجاوبني على السؤال هذا وفي كاستنير لا عاد هو خاطر كلمه خايبه برشا 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 مش تحاسبوا عليها.